السيدات والسادة، إننا من نصنع التاريخ ونصيغ المستقبل ونعمل في الحاضر، ووحده الإنسان هو القادر على البناء أو الهدم بإرادته الحرة. واليوم نحن في أشد الحاجة لاستنهاض العزائم وإنفاذ الإرادة للضمير البشري من أجل تحقيق البناء والتنمية، وأن ننحي الصراعات جانبا ونمتلك القدرة على إدارة اختلافنا من أجل أن يظل هذا العالم باقيا ينبض بالحياة ومفعم بالإنسانية. من أجل هذا اجتمعنا، ومن أجل ذلك نعمل ونتجرد وتتجرد إرادتنا لضمان مستقبل أفضل لوطننا مصر والعالم كله. فحلم المصريين منذ فجر التاريخ هو بناء الحضارة الإنسانية وإقرار المحبة. السيدات والسادة، إن الله سبحانه وتعالى هو السلام العدل، فندعوه بكل قلب يعبده في أرجاء هذا العالم أن يهبنا السلام والعدل لكل البشرية، ويكلل جهودنا الحثيثة من أجل أن يبقى هذا العالم أكثر سلاماً، عالماً يليق بنا وبأوطاننا. ومن هنا من أرض السلام والمحبة، أرض سيناء الغالية، أتوجه ومعي شباب العالم برسالات الحب والتآخي إلى كل العالم، وأؤكد أنني وشباب مصر قد عقدنا العزم والإرادة على أن نبذل كل جهد من أجل رخاء البشرية. ودعونا نردد معا شباب مصر والعالم: تحيا مصر، تحيا البشرية، يحيا شباب العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.